بخصوص الخصائص ديال بعض الأدوية على مستوى الصيدليات، فنحن كالجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فتلقينا واحد المجموعة ديال الشكايات وكذلك تساؤلات حول هذا الموضوع. فالمفروض على الدولة هنايا تتدخل وكذلك المهنيين لتوفير البدائل لهذه الأدوية وكذلك لإشعار أو إخبار المستهلك بسبب وراء هذا الخصاص أو نفاذ هذه الأدوية. فالقانون قانون حماية المستهلك 3108 يعني يضمن للمستهلك حق الإعلام وحق الإخبار، فالمفروض أن المسؤولين وكذلك المهنيين أطباء وصيادلة يعني يديروا الواجب ديالهم في هذا الباب، وكذلك لتوفير هذه المادة الحيوية اللي يعني بطبيعة الحال كل المواطنين في حالة العلاج وفي حالة الضرورة المفروض يخصهم يلقاوها متوفرة.